أنا عندي كتاب صغير طالعه، هذا الكتاب اسمه بقايا حضارة الإسلام كما رأيت. إسلام كنظام اقتصادي، كنظام اجتماعي، كنظام تربوي، كنظام سياسي راح. يجب علينا أن نعيد هذا الإسلام. أنتوا شباب وأربعة أيام بعد شيوختوا، الشعر يقول شباب وشيب وافتقار وثروة، فلله هذا الدهر كيف يقلب. الشعر الآخر يقول فتراكبوا خيل الشباب، يعني مسابقة في الركض، أخذ من الآية المباركة سابقوا، مسابقة. يعني أنت إذا تركض وحدك ما تركض زين مهما كان عندك من عزيمة وهمة، أما إذا تراكبت صرت مسابقة، كل واحد يركض أكثر من الآخر. فتراكبوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد، يستردون عيونكم ما تشوف بعد، إذانكم ما تسمع بعد، لسانكم ما يتكلم بعد، رجلكم ما تمشي بعد، فإنهن عواري. عيني شنو عارية؟ أذني شنو عارية؟ لسانك شنو عارية؟ يدك شنو عارية؟ رجلك شنو عارية؟ لأن عواري عارية فرجهم يطوب بعدين يأخذون منك. إن عملتوا فزتوا بخير الدنيا والآخرة، وإن ما عملتوا دنيا هالشكل وآخرة أسوأ. لماذا آخرة أسوأ؟ حديث أكو من لا معاش له لا معاد له. معاش مو ما أكل فقط، رواحك، مجيئك، بناءك، هدمك، زواجك، كله يسمى معاش. يعني الذي تعيشه، إذا ما عندك معاش ما عندك معاد. قووا علمكم، تقواكم، حسن أخلاقكم، قلمكم، بيانكم، واهدفوا هذا الهدف الذي ذكرناه، إعادة حكم الإسلام. الحدود الجغرافية تسقط، البلد الإسلامي يصبح بلد واحد، فيها انتخابات فرة، على رأسها شورى المرجعية، الأخوة الإسلامية ترجع، إنما المؤمنون إخوة، الحريات الإسلامية تنزل. هاي معنى الإسلام.